يو ما حدا شلني من ارضي هدلل ما حدا في عزم طول عمري بفتح الرسائل بقراها ما بردوا بتناسب العكس طاردهم بتناسب مشاعري قوية اميرة حساسك ترساسي وبعاني دبل برسناليتي بنسى لسامي ما عشت وما عاشت ما انا اساسا واساسا اساسا بستخدم بس لازم اتعدى مفعولك الخالص لما بس حدودي بقتلك عساكر تجي ارفع صوتي انا وحشك بزاوية بمكتبي عمي بس عاوزك بكلمة عن عاوزك لكلمة للناس اللي بتسمع بس كلمة للسرعة من عندي هالمقطع من اسوء لاسوء بس لفتة بسيطة ترسالك ترسالك تستهلك كلمة عدى بتنططها حتى قلت عن سماها شخصية ما عندي مشكلة مع قلة تقدير لانه مع قلة تقدير لانه مع انه بتضل ربطنا الوحيد المشترك والاقوى للناس اللي خليت على شغلي متعلق عدى غوالي بس عدني تكرهني خصوصا لو كنت بتعرفني مع اني ما عندي اي صلب معرفتك مع ذلك بتمنى لك تكبر وتوعوا فيك الله يبعث لكم حدا يهتموا بشغلك الشخص لو كرهنا وحبا لو كرهنا وحبا صدقنا جميل وبجنن لما تشوف حدا ان شاء الله تفلافي ولافي وكيوت وبينك شاوت يا ياه يا ياه هيتمان من الرقعة ريسبكت للريل امسيز بكل مكان بس اليوم سجل عندك الهيب هوب السوري على الخريطة يابا جي اوكي من البداية جاي حتى سبت بلواتي بالمتحف الهيب هوب العربي لاني بعرف انه بها ساعة مجيو ولا حدا حتى انه في عنده قدامي جاري ساعد بلوي لما نسخد عبيتي الا بالاخر انسفت دمو بحب الافكار عدمت وما بقي مسافة ليش انسفت حمضة يومي تبي هالفضاء كل وزع علينا بيض ومرة جبني هل يعرفنا انه هو تقل بكاغي لما حكوا عن المفاعل النبوي عرفت انه نصد الاخل طابي لما تنجح تسأل بعد الرقم الاصعب شوف كم واحد مثل بامي عملك ما نجح لانه عارف انه مستوى ما طور نسب الضعف باقي واللي بيخلي هي العيون تاخذ العول خمر ثاني جينا بغايات تنكسر العيون يلي بتقول تسريع الي خلي تشوف هو انا لما احط بالي اني خلي الراب السوري ستعرف كل منابر ما بخلي ولا سمحه رجس في اتفو هو زيرو هو طلعني يلي اجو بيك كيف حولت القوي لضعيف ضيف اني خليت السحابه كانت تشوف حد مثل ما بدي حد يجي رباتا وضع الطريق طلع بالاخر طفل انابيب بكى من طريقي بدون ما فكر بعرس كشفي او حتى كالباندا الرخيصه بيس اوت او حتى كالباندا الرخيصه وش مرير بكسر ما من فضي حد بيكلم بي على دي زي انا قاضي بعدادي انا بدي لك بدي جلد انا تلقاتي بقبابي باسمي كان السادي طب صوتي باك باك طلقات لاك كل دراك لاك ترى شاحتاك لك ساختاك ما براحتاك ساحباك نفضاك تاك فباختاك على عناك تاك تاك سو ماي كاك شاك كما جيم مي سم مو ترى بتحدى جيب الفلو ابد بيهني ربر متمنى يعمل معي فيت مثل فافيو خصم اللي بي في شو دخل دي في بان شات فولكينو خصمي خفيفي امسيز لطيفي بشبع عنيفي شوف اساسا كيف صار وصيفي ما بيجيب ولا بقوتي ما بيعدون بنصدي لاني باقي على جودي بدي جودي ما في عودي بلا رحمي خصمي عدم ما بجرب فزع حسب ما بيفيدوا بعد الندم لانه ما وصل لقدم حتى لو جمعوا علاقه انا دلو بين الطاقي بيجي بقوه في راقي على كل خصوم الطاقي ترى وسمي بيتعدى ولا كفو في قصاده كيف صوته عايش جولي بصراحه مكربشين مخضرمين كربشين بالوزن ترى صار كله طلع كانه كوي على حمل زمان هذا عفا بس فاتوا بي اوزانه ما خيم مكانه لانه باليمن اندفن ديسر طفر رغم الشات العاشر دلال كله ترى من ارماندو ديفين تحت لحم حدا من الماستر ترى بس يجوا ويساندو دار الكي 3 زد صل قتال بالقوافي في الحرب يعني فلو مجنون بسليم جمجوم مغروس بس جوا القلب بيجي من نظام انه عبيد ومعروف كني كان بفيه وضحه بكشوف فبيعدوا جلي ولا بأي ظروف بقوة في عدد حبة طاقة حد سيوم ليك ولاك بيجا تاك بفلو اذاك بدون حراء خليك سلو كوسموس سين كسم خصم اصم عزم حسام يعني فاك ذا جو يعني بدي دعي اني بدي بدي فاعته ما بيعدوا قطعي انا طاقي على دوبي لانه بعد التحدي وانا ببطون جدي بعد شوف خصمي مكسوف سيف النارجي مساره خارجي قدامه البيجي كانه بارجي تورمنتو لورانسو مزاجي قصف عشوائي باش فاشي صابر جارونا من لما شافونا دور علي وده طروف وجمجوم يهابونا كثري زيك البصل من الجولة ما بتطلع ما بتهدى لحتى الخصوم يخدعونا ففكك بفوت النخم تفاهون جلوبون المخصي طيب معه صفاته المعقول ان نفسي عددون 12 وجلوبون 14 من اسمي سمعنا انه جمجوم قليل الحيل لانه معدوم مكشوف السيري انه مهزوم ربر مهزوز طابعه ممحوم للاسف وصل نسف خصف قصف عزف رتم قتل خصم نزف بص واحد فشع الشرع عبيته قاتل بادي باتي انا متفائل عامل لخصومي حزوم عمر حارق ما شاب انا شرق ما شاب الناس فرق مجافم جماعة فولكينو بيسرع على البرامج وعلى الكمبيوتر وعلى الأدوبي يلا هاي على الماشي اي كيف الشباب حطوا ببالكم فكرة انه فولكينو بحيطرة ما ترك ولا مليمتر من الا امل اللي ما نتفقوا انه يسقطوا لك انا ولا وانت ولا يلا جاوب يا معتو انا هو من اقتنى فنو حاولتوا توصلوا جيتوا تسبوا كلكم فشل دواكم ركلة لحتى ترجعوا على مهبل التي خرجتم منها تفو سكوتي كان فترة سببه ما شفت ولا متعة عرف منكم كلكم انزلوا كفو انا مع ندي ولا مجرد ثقة لضيعة كما ابن مناكحة فلذا لبرد ما غني قلعوا يا ولد المنية كيف لا كذبكم فبرك يزيدوها اشاعات اذا فولكينو بطل يخرب بتصيكم مجاعة حدا منكم ببلو انه بليت رشلوا من مكانه ما خسروا لواحد فيكم كفو انا بكلمة مهدلوا لعنبي عظمة دعسهم قد ما تكلبوا اما السياسة
سيان مسماه صرتوا بتعرفوا شو مسماه. يلا مرة تانية انا ترى متمكن لما جرى لما جرى لما كان لبني ادم بتوستي لما تجي بدك انت بخير اعطني كرة فضلي بذكرك في مدرستي اللي انت متخرج منها ترى بلا ما انا برهن ما اطيكوا قربك بالعن شرفك اذا بدك تفكر تتمدى يا ابن الزنا كيفكم فيا مرة تانية اي كل واحد فيكم عم يعاني انا ابدا ما بدي ادري ولا ترى انا بزمان اتدقستو فولكينو ترى مثل محارب لذلك انا بحتو وانبقصتو لو بلا بدا منكم بلا ما سبح ليكو انا بجري بمعسكو لك شبكو المستذئب بكم شملي خراسكو كيف لقيتو ليه السرعة نايك امو عصدرو يلي مبعص من جرعة شو قصة بدكن يعني قول مرة تالتي استفتحية دموية بدأت تقلب موازين رابطكم اللي بنا بتفكيره وبدأ انه فينو يجي بدك براسه بالعين اللي جابوا على دي يتوه السبب اللي خنبولكي موية بنت بدك الحشرة ما بدي بضلق انا ادفو لفنكم واحد واحد لاني بهدر دمكم عشرة عشرة خلي بالك انا بني متكبر انا بني ادب دمي مفرع النووي لماذا ولا كلمة كتافه سافل تكذب شروي غروي لا اجري وصل بعد فصل نقد ما تفكروا فنكم بينكرزني لك بيفرحني الحقد اللي باغانيكو ما بتسوى غبرة الصرماية اللي راح حطها بالمكان اللي شالت جابتك انك اخبر من سكوبي دو نازل لي معك يعني ولو بنقص القامة قلت انا ما خانيت الدمو بنفس ستياني اساسا ما رح نيكك من بعد باريكيو ايتي بعرق لك واتسبوك وانت بس اكتب تتباني جبان بخذ الحذر مني ورا حمك انا بعيدي بدون ما تقولي بني ما سبني انا بجيك دو اما بالنسبة لمجي انت بكلم ضد بدون ما هدي بقلك حط كل كلمة قلت اني باسو انا كان قطع كاني عشر سنين نفس المصوبة بابا احكي لي شو جوا ما في مرة سمعت فيا فلو بك الا وجعني داني ساسا نربى غلط الهندر وانت ثابت فلوة همشك مرة لازم ربي فيك انت بالقوضة حاشت راك وراك والباقي على زبي معوة من مد ورا شتك بالدفاع اي سفارة تاكو هالمرة على افاق ولك انا زبي هتفوق هم كيش وهالجاية ماني بس بالجزية عايش لي بالسعودية متبري ولا بالهوية كل هذا مش انا العملة انت مليون من نفس الدولة يعني بتنشأت من الجولة برا البطولة بجرك هذا الكلمة سكنا بحب نجيك حبيبي كريم وانت بطلقة بطلة مليون كيف انك واحد جمع مليون ما فيك جبني وانا بغني بطلة بقلي ما راح اتمنى لانه ما فيك تشوف الفصل منه بعد فاك عبالك مالي هون راجع للبطولة وشايل حالة زندي كل الرابس هون ماراثون لا تركض وراي تهلك منزل على البطولة مش انا كمان